السلام عليكم الشباب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم جيت نعاود لكم واحد القصه اللي فرحتني بزاف، قلت ولا بد خصني نعاودها لكم. اللي كاين هو انني البارح كنت داخل تويتر ديال برايفت بوكسز واللي هو المشروع ديالنا، كنحاول نشوف كيفاش غاديه الامور شويه، ونلقى واحد الرساله من عند واحد البروجي ناجح. يعني ظنيت بانه غادي تكون غير شي كولاب ولا شي حاجه. بعد ما جاوبت السيد ويدوي معايا بالدارجه، لقيته بانه واحد من الدراري اللي الحمد لله استفدوا من دوك الفيديوهات، والحمد لله راه غادي مزيان. وهذا الشيء كيفرحني بزاف، حيت واخا كاين بزاف ديال الانتقادات من بزاف ديال المجموعات وبزاف ديال الناس اللي ما كيعرفونيش كاع بمره، فملي كنشوف دراري ناجحين كل نهار وبان داك الشيء الحمد لله قدر يغير حياه بزاف ديال الناس، فانا يعني كنفرح بزاف، بحال راه يعني وصلت للهدف ديالي كامل. سو بعد ما جاوبت الدري قال لي بانه داير مشاريع اخرين والخدمه ما كيفاش غادي وهذا الشيء. واللي عجبني بزاف هو ان الدري عنده 17 عام وعنده البكالوريا، يعني ما مساليش اصلا، يعني عنده الخدمه وعنده القرايه وعنده كل شيء. فهذا الشيء فرحني بزاف انني نشوف الدري بحال هكذا، بل انه متعاون، يعني ليكيب كامل مغاربه ما يتراوح بين 17 عام و19 عام، يعني كامله مازالين شباب. فهذا الشيء فرحني بزاف لواحد الدرجه ما تصوروش. المهم بديت كنناقش معاه، بعدها قرر انه يدخل معنا الديسكورد ديال برايفت فوكسز باش يموتيفي الدراري، ضرب لانه داكشي اللي كيدير، وحتى الدراري ما يبقاوش يعني معجزين، حيت بزاف ديال الناس كيحاولوا يخلقوا الاعذار راسهم، كتعطيهم اي حاجه خصو يزيد غير يقلب ولا يمشي يدير واحد المجهود، فالواحد كيخلق اعذار. والدري من جهه اخرى صنعت ما يقارب ثلاثه ولا اربعه البروجيات وخدام البكالوريا ديالو، ونتمنوا ليه النجاح ان شاء الله. المهم ما عليناش، ماشي هذه هي القصه ديالنا، واخا صراحه غير هذا الشيء راه خصني ندير عليه شي فيديو ولا شي بودكاست نناقشوا كيفاش المايند سيت وهذا مع الدري ومع الاخ ديالو، ولكن ماشي هي القصه ديالنا. القصه كتبدا بان الدري ملي دخل معنا الديسكورد بدا كيناقش مع الشباب، قال لهم بلي عنده 17 عام وداك الشيء اللي راه كيدير يزيني في اللي خدا. فالدري ما تيقوش ان الدري غير بعد ما بدا، بعد الفيديوهات اللي درت مع الاخ سليم، ف يعني في مده قصيره قدر يوصل هذا الشيء. فالدراري ما تيقوش، المهم بقى كيهضر الدري، وعن طريق الغلط هو واش كان كيبريباري ولا شي حاجه بارطاجا البرايفت كي ديالو، دونك برايفت كي ديال الواليت ديالو. الاشكال اللي كاين هو ان هذا الواليت فيها 1400 سولانا ودي زين في غاليين، يعني كندوي في الاول تايم هاي ديال السولانا، راه كندوي على 400 مليون مغربيه. تخيل انت شاركتيها مع الناس في ديك الواليت، فالناس ما فهموش كاع اشنو واقع في الجروب ديال البرايفت فوكسز، ما فهموش اشنو هو داكشي اللي بارطاجا الدري. الدري ما ردش البال، حتى كيتواصلوا معاك يقولوا راه مشات ليك الواليت ديالك راه ولات خاويه. الدري كيصوني عليا، وكندوي دابا راه البارح، راه يعني اليوم الصباح كندوي، يعني 3 ولا 4 الصباح، انا يعني يلا كنت غادي نعس. ف يعني تخربقات الامور، يعني ما عرف الصراحه شنو كيفاش غادي تعاونوا، وكيفاش ان تقدر ترجع ليه 400 مليون، شكون هذا اللي داها، كيفاش غادي نقدروا نقنعوا انه يرجع الفلوس كامله ولا شي حاجه. فالمهم انا درت واحد الانونس اللي هي هذيك، قلت لهم الدراري الله يرضي عليكم، راه داكشي راه ماشي ضحك، راه الدري بارطاجا الواليت الشخصيه ديالو، الله يسهل عليكم رجعوا ليه الفلوس ديالو. انا صراحه درتها غير كانونس، كنت كنقول كاين اللي غادي يبغي يرجع كاين اللي ما غاديش يبغي يرجع. والدراري في الفويس، يعني في البلاصه فاش كيهضروا بالدارجه، يعني اقترحوا انهم كاع يجمعوا الدري الفلوس، مع انه ما كيعرفوش، يعني الدري يلاه جا جديد وقال لهم بلي راه مازال زعما 17 عام وصغير. فالدري واخا هكذا قالوا غادي يجمعوا ليه ويحاولوا يتعاونوا معاه وهذا. فالمهم بعد ما درت ديك الانونس، تصور ان يلاه كيف دخلت نقرا الميساجات، لقيت الدراري مصيفطين ليا، خويا انا راه ما يحسب ليش راه داك الصول حقيقي، راه كان كيحسب ليا غير فيك وخديته باش نضحك به، ولا كاين اللي كيحسبوا دوك الان اف تيز راهم غير فيك، حتى مشى دخل الماركت بليس كيبانوا ليه باللي راه فريمون راه ساويه بحال واحد الان اف تي ساويه حتى 200 سولانا، كندوو على 10 حتى 20 مليون. سو يعني الدراري لقيتهم هما الاولين بروبوزو انهم غيرجعوا. تصور يعني كندوي على ان واحد منهم هذا اللي كنوريكم دابا في السكرين، تصور انه كانت عنده 800 سولانا، 800 سولانا كندوي على يعني 160 مليون 200 مليون مغربيه حتى 300 مليون الى كانت الصالونه غادي تطلع، يعني راه كندوي على اثمنه كبار. تصور ان الدري في الاصل عنده هو 0.3 صالونه، يعني ما عنده والو، وهز 800 صالونه، واخا هكذاك مصيفط كيف ما كتشوفوا هنا في هذا السكرين، بلي خويا سمحوا لي انا راه ما كنتش عارف، تقريت الانونس ديالك انا غادي نرجع. ماشي غير هو، كاين مجموعه يعني شي اربعه ديال الدراري ولا خمسه كيف ما غادي تشوفوا في هنايا، راه درت واحد انانس كنشكر فيهم، عطيتهم واحد الواليت جديده قديتها انايا للسيد باش يلقى يقاد اموره، ها هي غنوريها لكم دابا، عطيتها لهم ورجعوا كل شيء. يعني واحد ما ادى حتى حاجه، بل ان لي فيز ديال ترونسفير خلصوها من عنده. تصور انا نوريكم قبل ما نكمل. المهم هذه هي الواليت، هي كتبان لكم هنايا،
هيا رجعنا تقريبا 1384 سولانا، اللي هي تقريبا داكشي اللي كان عنده، اللي هادشي اللي كان عنده. وكاين هنايا هاد العمله ديالو، للاسف ما نقدرش نبينها لكم باش المهم باش نحميو البروفجي ديالو حتى يبغي هو يقولها. وغيبان لكم هنا ها هما الان اف تيز، التي الان اف تيز اللي عنده تلقاوني حتى مخبيهم حيت عندها علاقه بالبروجي ديالو. وها البرايفت فوكس اللي كان خدا باش يدخل الكوميونيتي، وهو هذا. غير هذا راه تقريبا تقام عليه ب 200 سولانا، يعني كندوي على 10 حتى 20 مليون. هما كامل صيفطوهم ليا الدراري، هاد الواليت انا يلاه قديتها ليه، راه عطيتو البرايفت كي ديالها وهذا باش يبقى يدخل ليها. كما مازال كونيكتي عندي هنايا، المهم في حالات مشات ليه ولا شي حاجه، المهم تيكون فيه ملي يبدا الامور هي هذيك وغنمسحها من عندي. المهم هو الامور ديالو كامله كاينه هنايا، ما ناقصها ليه حتى حاجه. سو هادشي فرحني بزاف صراحه. المهم انا نكمل معكم. المهم كيف ما شفتوا فالحمد لله قدرنا نرجعوا كاع السولانا، كاع الان اف تيز، بل كاع ديك العمله ديال البروجي ديالهم. واخا ما قدرتش نوريكم التوكن شنو هي باش يبقى باش نحميو ليه البروجي ديالو، فكلشي رجع الدراري ما شدوا والو. هادشي فرحني بزاف، علاش؟ حيت كنحس انني قدرت الحمد لله نوصل داك الهدف ديالي. حيت بزاف ديال الناس كينتقدوا انني الكوميونيتي كامله وهاد العدد اللي وصلت ليه من عدد الدراري اللي متبعيني ويعني وكان بغيهم وكيبغيوني، يعني عدد قليل بمقارنه مع 10 سنين. يعني المفروض ان احنا نكونوا مجموعه مليونيه كيف كنقولوا، ولكن احنا عندنا عدد قليل. فكاين اللي كينتقد بان يعني الاستراتيجي اللي غادي بها والفلتراسيون اللي كندير ما مزياناش. مي بالنسبه ليا كنحس بانني وصلت للهدف ديالي، حيت ابار انني باغي نوصل المعلومات وباغي نوصل الدراري يكونوا يعني تكنيكلي فاهمين بزاف ديال الحاجات، ويكونوا سباقين المعلومه ويكونوا كيعرفوا يقلبوا على المعلومه. وهذا الشيء كامل اللي عنده علاقه يعني بالبحث على المعلومه وبالربح من الانترنت. فاهم حاجه كانت بالنسبه ليا، كنت كنشارك حياتي الخاصه، كنت كنبقى نهضر بزاف اكثر من القياس باش نوصل حتى الافكار ديالي، نوصل حتى يعني الطريقه باش كنتعامل. بغيت يعني حتى الدراري يحاولوا يتادابطوا معايا، تحاول تكون عندهم نفس المايند سيت اللي كنحاول نفكر بها انايا. حيت صعيب ان تلقى شي واحد عنده ديك المستوى ديال القناعه، ولا شي واحد كيحاول انه يعرق على الخدمه ديالو ويحاول يدير مجهود باش يقدر يعني يربح منه ولا شي حاجه. فاغلبيه اللي كنت كنشوف بعدا في الوقت اللي كنت كنحاول انني ناثر على الدراري ونوريهم حاجات اخرين، فاغلبيه كان كيحمشي مع الربح السريع وهذا. فملي شفت بان الحمد لله الكوميونيتي قنوعه لهاد الدرجه، ودراري اللي تخيل واحد ما عنده والو هز 200 مليون ولا شي حاجه، ورجع السيد وكيقول ليه سمحوا لي انا كنت كنحسبني هذا الشيء الضحك هكا خويا فلوس ديالك، انا راني زيرو الصوله، انا ما عندي والو، ولكن قانوع ان شاء الله غادي ندير حاجات بالحلال دياولي بلا ما ندير رزق شي واحد. ومع ان تخيل انت كتكون اجي في العمر كندوي على العشرينات او الثلاثينات ديالك، وخاصك وغادي تعطي هاد الملايين يعني لشاب صغير منك اللي 17 عام اللي تبارك الله بالموهبه ديالو قدر يوصل لهذا الشيء. فنفسيا الا حطيتي راسك في هذا الموقف تقدر تلقى بانك تقدر تبغي ترى، تقدر تبغي تضغي الناس، تقدر تبغي دير شي، يعني كل واحد وكيفاش غادي يفكر. مي الكوميونيتي الحمد لله بالقناعه اللي عندها ففرحتني بزاف، وكنتمنى لهم التوفيق كامل للدراري كلهم، ان شاء الله يوصلوا اكثر من دوك الارقام بالعرق ديالهم حلالا طيبه ان شاء الله. فهادشي علاش قلت لكم خصني نعاودها لكم، حيت فريم مازال فرحان لحد الان، يعني من البارح في الليل وانا فرحان، حيت كنحس انا وصلت للجول ديالي. يعني الجول ديالي اللي كنت باغي نوصل ليه كنت كنقول يا ربي نقدر غير في هذا العمر اللي راني عايش جوج ولا ثلاثة الناس نحاول نعطيهم غير كيفاش كنفكر توصل ليهم. ودابا قدرت نوصل لالاف الناس، وكل واحد من دوك الاف الناس عنده وليداتو وعنده حبابو وعنده خوتو وداك الشيء. فكنحس بان الحمد لله ما غاديش تحبس، غتكمل الامور بحال هكا. وانا فخور اننا عندنا كوميونيتي، دابا راه درنا لها بحال اللي براندينا برايفت فوكسز. هذه الكوميونيتي راه ما قبل كاع ما تكون عندها التسميه، فراه كانت كتبنى سنين هذه. وانا فخور بكم الدراري، شكرا اللي فرحتوني يعني بالتعامل اللي درتو، حتى الدري فرحتوه. الدري ما بغيتش نقول الاسم ديالو حتى يبغي هو يهضر ان شاء الله ولا شي حاجه. فالله يوفقك اخويا في الباك ديالك، والله يوفق كاع الدراري اللي عندهم ان شاء الله الباك، وكمل ما عندي ما يتسال فيك لا انت لا الاخ ديالك. ان شاء الله ديروا مشاريع ناجحه اكثر، وكملوا في المشروع ديالكم ان شاء الله يوصل ارقام اكثر من داكشي اللي وصلتوا ليه. والمهم هذا الشيء اللي كاين الشباب، ها الوالد ديالك مازال عندي. لا لا صراحه راه صيفط ليه البرايفت كي ديالها، ما عرف مازال هو ما حولهمش. المهم هي هنايا مازال حاطيك ما تخافش. الله يوفقك اخويا، والله يوفق دراري، وكنتمنى ان شاء الله كاع اللي كيشوفوا في هذا الفيديو حتى هما الله يوفقهم والله ينجحهم كاملين. وفي الاخير بغيتكم تقولوا لي انت كنت حطيت في هذا الموقف وكنتي ما عليك ما بيك، وصلتك واحده
تقريبا شحال التوتال دابا 450 مليون مغربية، واش كنتي غادي تردها؟ واش كنتي غادي تردها ولا غتردي النص ولا المهم خاصك تقول لي شوف ما تكتبوش، غتقول لي اشنو كنتي غادي دير؟ الحمد لله حنا البرايفت فوكس قانوعين فاحنا فخورين بها، مي بغيت نعرف الاراء ديالكم حتى انتوما، بغيت نعرف اشنو كنتي غادي دير كون وقع، كون زعما تحتي في هذا الموقف. او سمحوا لي طولت عليكم، تهلاو لي في راسكم، نشوفكم فيديو اخر، يلا بالسلامة.